السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم 27/3/2022 في مصر سجل حديد عز الأعلى إنتاجية في مصر، وما زالت من أعلى الشركات سعرا في السوق المحلية لتسجل نحو 19,000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما بلغ مصنع حديد المصريين خلال اليوم نحو 18,650 جنيه للطن، والذي يعد ضمن المصانع المتكاملة. وبلغ سعر حديد الجرحي بمصر 18,600 جنيه تسليم أرض المصنع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.